لقد تم التوقيع على خريطة الطريق في مجال التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للأربع سنوات القادمة. ومشروع هذا الاتفاق لقد تم إنجازه في تشاور تحت رئاسة السيدة الوزيرة بتشارك مع جميع القطاعات السوسيو-اقتصادية. وفي هذا المشروع لقد تكلمنا على ما يمكن أن نقوم به بإدخال واستعمال التقنيات النووية في المجالات السوسيو-اقتصادية بما فيها الطاقة، الماء، الفلاحة، الصناعة، الصحة إلى آخره. والذي ميز هذا الاتفاق اليوم فإنه في لأول مرة يوقع هنا في بناية الوزارة، ولقد شرفتنا السيدة الوزيرة بالتوقيع هنا في المغرب مع السيد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم على هامش الاجتماع السنوي لممثلين الدول الأفارقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.